حاولنا ننظر انه الحد الادنى نتاع القرايه نتاع دراسه الهندسه المعماريه، وتوصلنا من 2010 تقريبا، بدينا 2010 انصحوا اتفاقيات مع هذه المدارس الخاصه، وبدينا نخدم بعضنا واعترفنا بهم لدينا انصحوا اتفاقيات، وبدينا نخدم بعضنا، وصلوا الاتفاقيات حتى 2016 الاتفاقيه الاخرى صحت عام 2016، وصحوها معناتها كل جل الجامعات الخاصه. بعد 5 سنين معناتها عم ناول كهيئه المهندسين المعماريين عملنا تقييم للمدى احترام بنود هل يعني تحكيوا على الشهائد المسلمه من الجامعات الخاصه هذيا، على كيفاش معناها الكفاءه معناتها مش اللي يجي نجم يدخل يقرا هذا مثلا معناتها ثم حاجه معناتها اللي عباد هذو الجامعات الخاصه ما حابوش يحترموها، اللي نحن نعتبروا اللي الهندسه المعماريه سي اون فيليير ديكسيلونس، والفيليير ديكسيلونس مش اللي يجي ينجم يدخل لها. مثلا لينو المدرسه القوميه للهندسه المعماريه السكور نتاعها باش تدخل التقريب باش تقرا في الهندسه المعماريه 16 معدل، وهما يقبلوا في الناس بو على اخوه، قلنا لهم بو على اخوه ما يجيش، فهمنا تو 6 سنين باش يكون الحد الادنى باش يقبلوا تلامذه في المدارس نتاعهم 80%، تو قبلنا 80% الحد الادنى نتاع السكور تاع لينو، وهذه الحكايه ليها من 2016 توا سنة عملنا التقييم لقيناهم حتى ما قاعد يحترم في البنود هذه، قاعدين يدخلوا فيهم بو على اخوه. اي يقول لك علاش عام سنة بالذات؟ علاش الهيئة عام سنة غير ملزمة بترسيم خريجي الجامعات الخاصة وما ينحوهمش حتى الصفة نتاع المهندس المعماري؟ يحترموا في البنود نتاع الاتفاقية. احنا كي احنا كي نعملوا اتفاقية يا خويا نقولوا بسم الله ونعطيه ثقة للمقابل نتاعنا. اما كي نعملوا تقييم القهوه معناتها في عدد مو هذا مش البند الوحيد المحترم، عدد بنود، وكي تقرا الاتفاقيه كلها ماشيه في الثنيه في تكافؤ الفرص، تحسين تعليم معناتها ضمان معناتها التعليم معناتها معترف به دوليا، وحتى معناتها الاوبجيكتيف باش هكاك نوصلوا حتى لاكريديتاسيون انترناسيونال اللي الناس الكل في العالم الكل نحبوا نوصلوا لها. باش نحكي لك على مصر، مصر فيها 100 مليون نسمه، عندهم 10 مدارس تقري الهندسه المعماريه، منهم 2 عندهم اكريديتاسيون انترناسيونال، نحن في تونس عندنا 11 منهم واحده يكون بوبليك، حتى واحده ما عندها اكريديتاسيون انترناسيونال، هذا مش معقول، احنا نحبوا نضمنوا الجوده في التعليم، ومش اللي يجي ينجم يقرا هندسه معماريه، تحسين نقول له اخويا ثم واحد الباك نتاعه والله غالب، الباك نتاعه صفا فا وما نجحش بالكدا، وما هو وهو في الهندسه المعماريه، نتفاعل معاه. اطار انا كيفاش ندخلوا؟ مش ندخلوا بو على اخوه هكاك اخويا نسق معايا، هكاك نجموا نعرفوا شكون يدخل. حتى بالنسبه كي قدرك سي صاحبي سي صاحبي الجورجي اي رئيس مجلس الهيئه المهندسين المعماريين وعضو الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، حبيت نتفاعل معك خاطر ما ذكرتوا هذا في البيان تحسين مستوى التكوين الاكاديمي، بشنو طالبوا بمناظره من بعد التخرج باش يعاود يعدي كونكور مثلا، شنو معناها ما هوش نحل؟ احنا اوني اوفير توت لي بروبوزيسيون، قلنا لهم مناظره في الدخول ولا مناظره في الخروج، مرحبا بكم. اقترحوا كونكور بعد ما هو يكمل يقرا 6-7 سنين ولا ماك تعرف معناه يعاود يعمل يعدي كونكور؟ احنا من عزل من حابين، احنا ما حبيناش زاده نظم التلامذه، قلنا لما اخويا قبل ما يدخل يعرف روحه على شنو قادر، نعرفوا شكون اللي لازم يدخل يا اخويا، قلنا تكافؤ الفرص، ما دام كان في 16 دو موين تدخل في اللي نو 16 دو موين لازم تدخل في اللي كل بريفي كيف كيف.